بمناسبة ذكرى تقديس القديستين مريم ليسوع المصلوب الكرملية والأم ماري ألفونسين الوردية، وبدعوة من كنيسة سانتا كاترينا ودير الكرمل ورهبنة الوردية، أقيم قداس ومسيرة احتفالا بهذه المناسبة، حيث ترأس الأب رامي عسكري كاهن رعية سانتا كاترينا وبمعاونة الكهنة والشمامسة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة المزار في دير الكرمل في بيت لحم، بحضور راهبات الكرمليات الحبيسات وعدد كبير من الراهبات والمؤمنين من مناطق مختلفة، وبمرافقة الجوقة التي أحيت القداس بأصواتها الشجية، حيث وضعت الذخيرة بالقرب من المذبح لأخذ البركة. وفي كلمة الأب عسكري، دعا الحضور لأخذ القديستين قدوة في الحياة والمسير على نهجهما نحو القداسة، والتي تبدأ من داخل الأسرة، فمريم ليسوع المصلوب هي المعلمة في العلاقة مع الروح القدس وكذلك مع الأم ماري ألفونسين. هذا العيد بذكرنا إنه مين بتقرب ليسوع تتقدس حياته، وإنه هاي الأرض المقدسة هي بركة كبيرة لإلنا وأماكن يسوع، حتى نحن نتعلم ونكون أقرب ما يمكن منه وناخد النعمة حتى نصير قديسين زي هدول القديستين. في هاي المناسبة نذكر قديش أعمال كبيرة ورسالة كبيرة بتعملها الرهبانيات في الكنيسة، سواء الرهبانيات التأملية أو الرهبانيات الرسولية، وعم بيصير نقص في الدعوات. ونتذكر إنه عم بيصير النقص لأنه الدعوة تكبر في عائلة مؤمنة، فما إحنا في أحوج ما أحوجنا الآن إلى عائلات مؤمنة حاط يسوع في وسطها زي عائلات ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب، حتى يكبر أولادنا بروح النعمة والقداسة، مش بس بالصحة وبالمال والعلم، ولكن بالأهم واللي بيضمن لهم الحياة الأبدية اللي هي النعمة والقداسة اللي بتيجي من خلال المثل الصالح للوالدين والتزامهم بالأسرار المقدسة حتى يحملوا يسوع في قلوبهم ولعيالهم. من بارك لأرضنا، من بارك للعالم أجمع، نقول كل سنة وانتو سالمين ويسوع في وسطنا ويقدس حياتنا وحياة الجميع، آمين. وقد سبق القداسة مسيرة صلاة وتأمل وتلاوة المسبحة الوردية التي ابتدأت من مدخل الكرمل الذي يطل على مدينة بيت لحم، مروراً ببساتين وساحات الدير، حاملين ذخيرة القديسة مريم ليسوع المصلوب، حيث نثر الورد طيلة المسيرة على الذخيرة حتى الوصول للمزار. نطلع بحياتهم نشوف قديش كان العلاقة، علاقة الحب اللي بينهم وبين يسوع، بين ربنا، بين الروح القدس. إذا إحنا من نعيش حياة الحياة هاي، خاصة إحنا الفترة هاي بداية اليوم كانت بداية سعية الروح القدس، بس بواسطة الروح القدس إحنا بنقدر نثبت بيسوع ونطلع وننشئ قديسين زي القديسين هدول. لازم نكون على علاقة حلوة دائماً، علاقة قوية ومتينة مع الروح القدس، لأنه يسوع لما صعد إلى السماء بعت لنا الروح القدس. من خلال الروح القدس إحنا بنقدر نثبت وننشئ عيال وننشئ دعوات في كل العالم ومن كل الرهبانيات. وفي الختام وبعد البركة تم توزيع صور وكتيبات عن حياة القديستين للتأمل وأخذ النعمة، والتي بدورنا نحافظ على حضور الله بحياتنا وأن نكون ثابتين في المحبة. لنورسات مارلين الحدوة من مزار الكرمل بيت لحم.